شكرا لك يا علا. اكيد مشاهدينا مكملين باخر فقراتنا من صباحنا غير، واللي عم نحكي فيه عن الطاقة. رح نروح زينب لطاقة المكان أو الفونغ شوي، مصطلح يشير إلى التأثير المتبادل بيننا وبين أي موقع منتواجد فيه، وحتى الأشياء المتواجدة ضمن هالمكان من نباتات ألوان إلى تأثيرات. رح نحكي عنها أكثر مع خبيرة الطاقة يسرى يوسف. يسعد صباحك يسعد وأهلا وسهلا صباحكم. فيكي. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. صباح أهلا وسهلا. الطاقة يسرى. صباح النشاط. صباح الطاقة والنشاط. خلينا نحكي شوي عن طاقة المكان اللي ذكرناها بالمقدمة. طاقة المكان هي المكان اللي بنعيش فيه. الإنسان مع الطاقة مثل علاقة، مثل العظم مع الجسم. ما فينا نقعد بمكان ما لنا مرتاحين فيه، لهيك الطاقة بتعطينا إيجابيات. فإذا واحد منا راح لعند حدا ودخل بيت ما له مرتاح فيه، يعني 5 دقائق ما بيقدر يقعد. فإذا حدا كمان تاني راح ودخل بيت وقعد بيقول مالي قدران أقوم من كتر مالي مبسوط مرتاح، بالقعدة بحس حاله ببيته. وحاسس حاله ببيته. أو كمان نفس الشيء الاستقبال فينا نعتبره من ضمن الطاقة. فهي الطاقة أو طاقة المكان بتعكس المسارات يلي استقبلت، مسارات الجسد أو المكان اللي عشنا فيه أو قعدنا فيه، بتعطينا هيك ذبذبات بتريحنا. فما بيقدر الإنسان يقعد بمكان ما بيشعر فيه براحة. صحيح. يعني يسرى دائما المكان اللي بتواجد فيه مثل ما بيقولوا عرق أخضر أو طبعا نبتة معينة، بغض النظر إذا كانت صبار، بيقولوا الصبار هو كتير ظريف، صح. بس أي عرق أخضر نحن بنفوت على مكان بنشوف خضار قد النظر بيرتاح ونحن من جوا بنرتاح. تحكي لنا شوي عن طاقة المكان اللي بتواجد فيه نباتات. كمان إذا بدنا ندخل بمجال النباتات، مو كل النباتات بنقدر نحطها بالبيت. نعم. في نباتات صح اللون الأخضر بيعطينا طمأنينة وسلام واستقرار، بس كمان في نباتات ما بنقدر نحطها بالبيت نهائيا، مثل النباتات اللي معنا هون. فإذا كانت ورقتها طويلة فبتعطي هيك مثل شوية قلق، انه ما بنحب هيك بشبهها انه انسان انه يأشر هيك، فبتحسي انه حده شوي، بتعطيكي طاقه. صح. طاقه سلبيه. صحيح. كل ما كانت النبته خضراء، كل ما كانت فينا نقول عن السجاد، فينا نقول عن الحبق، العطره، بتعطينا سلام وطمأنينة وبتغير بالنفس. شفتي البيوت العربية أو الدار العربية لما بيطلع الواحد فبيستقبل جو خضار أو ياسميني، فدائما بتحسيهم نشيطين مرتاحين نفسيا، بتعطيهم طمأنينة وسلام. لهيك إذا حدا، أي حدا يعني لو عرق أخضر بالبيت بيغير شوي من الشغلات الجامدة، بالعكس بيعطينا استقرار، بيعطينا طمأنينة، بيعطينا نشاط، تفاؤل. نعم. يسرى، يمكن كثير من العالم ما بيعرفوا شو هي ألوان الطاقة حتى بديكورات أو ألوان الفرش تبع البيت. خلينا نحكي عن ألوان الطاقة المريحة بكل بيت أو بكل مكان. كمان فينا نحكي عن ألوان الطاقة. في ألوان دائما حتى إذا القاتمي، لبسناها نحن. أي طبعا القاتمي دائما بتعطينا. هلأ أنا سألتك إنه ليش لابسي أسود، قلت لي أنا بحبه. فكل ما كانت الألوان فاتحة، رب العالمين خلق لنا مثلا سما، خلق لنا شجر، فالالوان الفاتحه دائما بتعطيك استقرار، سلام، بتعطيك طاقه ايجابيه، تفاؤل. فاذا حدا مثلا تعبان نفسيا ما بنصحه نهائيا يلبس بني او اسود او كذا، بنروح او كحلي. الحمد لله مو تعبانه نفسيا، بس بمبدا ملك الالوان. اكيد حتى النفسي اذا استقبلت هاللون بالعكس بيعطيك طاقه، حتى لو كان مو مرغوب فيه، يمكن انا احبه انت ما تحبي، او مثلا احد غيرنا هيك. فالالوان الفاتحه بتعطيك كمان نشاط وقوه، مثل الالوان الناريه مثل كمان. الزهر. تماما. الزهري اللي لابستيه جدا بيعطي حلو. نشاط تماماً. طبعا. وفينا كمان اللون الازرق، كمان هدوء، بدي اسال سلام. عن اللون الموف. اللون الموف شوي بنحسه هو قليل لنلبسه، او مثلا هو قليل بالاسواق. اللون الموف هل هو يعتبر من الالوان اللي بتعطي طاقه سلبيه، ولا هو من بين البينين برايك؟ احنا بناخذ درجات اللون، يعني احنا بناخذ الموف في 3 الوان او 4 الوان للموف. كل ما كان فاتح كل ما كان افضل. يعني طبعاً. بالعكس الوان الموف كمان من الالوان اللي بتدخل بطاقه العلاج، لانه في الالوان كمان للمعالجه. حديث طويل عن العلاج بالالوان،
ف يعني بده وقت، بس اي شيء بتلبسيه فاتح فبتحسي حالك انه مرتاحه نعم. نفسيا و... يسرى خلينا نحكي لك عن ايضا يمكن موضوع كثير شائع هو اجهزه الموبايل. اذا حطيناها جنبنا نحن ونايمين، هل صحيح انه بتسحب منا طاقه او بتعطينا طاقه سلبيه او بتاثر على الدماغ؟ شو صحه الموضوع؟ اي طبعا، هي بيكون مسارات يعني بتمنع المسارات مثل الموبايلات مثل اي شيء، يعني حتى الكهرباء بينصحوا انه البريز الكهرباء يتغطى بقطع بلاستيك مشان ما يسد مسارات الطاقة. في عنا المرايا كمان بينصحوك انه ما تكتري مرايات بغرف بأوض النوم، او اذا حسيتي حالك تعبانة غطيها. فكل اجهزة الموبايلات بتعطي ضيق او بتعطي شعور ب او قلق او بتأذي مسارات الطاقة اللي عنا بالجسم. واذا بدنا نجي لنوع ثاني كمان، اي حدا بيستعمل الكمبيوتر انا بنصحه يحط الصبارة اللي عليها اشواك، فهي بتسحب من ذبذبات الاشعه ويعني بتروح فيها ويحس كمان بامل او تامل او ما بتاذي يعني نهائيا. تمام. في حال الشخص اكتسب، احيانا الاشخاص بتعدي بعضها، يعني مثلا انا قعدت مع شخص هو سلبي شوي او بيحمل طاقات او شحنات، ممكن نحن نشحن منه، او بالعكس ممكن يكون هو شوي ايجابي ناخذ منه الطاقه. خلينا نقول في حال السلبي، كيف فينا نحن نتخلص من هيدي الطاقه؟ شو الامور اللي فينا نتبعها؟ احيانا كنا نعرف انه الملح نحن لازم نغسل بالملح او نرش ببيتنا ملح، كيف فينا نسحب الطاقه السلبيه سواء كانت بمكان او من اشخاص؟ فينا اذا بدنا نحكي عن البيت بشكل عام، فينا نحط بزوايا البيت الاربع ملح. نحن بنعرف انه الملح هو بيكسر الطاقه السلبيه، نعم، فهو كمان بيخفف من التوتر ومن الضغط، بيكثر الرزق بالبيت. تغيير الديكور كمان ضروري، اذا شعرتي انه مالي او مثلا بدك ما بتقدري تنتقلي على بيت ثاني اذا البيت مو مناسب، لانه بيقولوا لك انه عتبه البيت لها تاثيرها. فتغيير ديكور البيت، خلينا نلعب بالحركات، بحركات البيت، ننقل مثلا الخزانه من هون لهون، هي صحيح رح تكون ثقيله شوي، نغير مثلا بطاوله الطعام، نغير باي شيء، بتعطيكي حركه، بتعطيكي متعة. إذا بدنا نحكي عن الإنسان السلبي، وهلا كتار موجودين أو بيقولوا لك نفسيتنا تعبانة، فهيك بيكون عنده طاقة سلبية كتير أو تراكمات، أو التراكمات اللي بتصير عنده بتكون سادة الشاكرات، بيكون بده تنظيف شاكرات، بيكون بده علاج بالألوان لكل شاكرة. وكيف فينا نتخلص منه؟ يعني أكتر، فكيف بدنا نتخلص منهم؟ أكيد بالكلمة أو بالفعل، أو ما نقعد معه نهائيا، أو إذا كان كمعالج ما تعدي معه. فإذا عم قلك كمعالج بإمكاننا يعني نعالج هيك إنسان ونغير له طاقته للإيجابية. يمكن نعطيه نحن من الطاقة يلي عنا، لو أحيانا بيكون الإنسان زينب كتير مهموم ويمكن هموم الدنيا فوق راسه، أيه، ولكن إذا بيقعد بين رفقاته أو بين أي مجتمع لازم يكون مشرق لتكون القعدة جميلة. أيه هاي لازم تنصحي فيها، لازم. أيه طبعا تماما أكيد. يسرى، يعني شو هي الشروط لنحسن طاقتنا وطاقة المكان اللي قاعدين فيه؟ في شروط معينة، طقوس معينة نعملها؟ ايه طبعا. هلا في بالبيت كمان، نحن احيانا مثلا اذا بدنا نجي على المطبخ لازم نحط عرق اخضر فيه، لازم نحط زريعة، لازم نبعد الغاز. هلا بنعرف كلياتنا احنا انه الغاز عم يكون قريب على شوي على بالمجلى، قريب على المي، لازم نحط كمان شيء قطعه خشب تفصل بين الجهتين، بين الغاز والمجلى، بين الجهتين. كمان للطاقه السلبيه نتخلص منها، غطى التواليت لازم يكون مغطى، الباب لازم يكون مسكر، هي كثير امور بتساعدنا. ولكن الخزائن والدروج مفتوحه لازم كل فتره، كل فتره طبعا. الشباك، تغيير الجو لازم يكون هيك، الكراكيب لازم ما نحتويها بالبيت نهائيا لانه احد العلامات اللي كثير بتسكر الطاقه الايجابيه. تحت التخت لازم اقل شيء ما نحط شيء نهائيا ولا تياب ولا شيء، هي بشكله لازم يعني نتخلص من الكراكيب. فكتير في شغلات انه فعلا فيك تلعبي على وتر انه تخلص من الطاقه السلبيه كبيتي كقطعه، انه
كل مملكة فيها. طبعا, طبعا كل مملكة. يعني اكيد سالي مع هالنصايح اللي عطنا اياها يسرى عن الطاقه والالوان, بدنا نشكرك كثير. ان شاء الله يكونوا كل المشاهدين اللي تابعونا استفادوا منا, وان شاء الله هيك كل ايامنا وايام المشاهدين تكون طاقه, وايامك كمان ان شاء الله يا رب. يعني بدنا نتشكرك يسرى, ان شاء الله كمان بلكي بلقاءات ثانيه بتحكي لنا على علاج بالالوان ان شاء الله بالطاقه. شكرا لوجودك معنا ونورتي صباحنا, واهلا وسهلا. صباحكم خير ان شاء الله. شكرا.